أنا مرحبا بكم. إحنا اليوم في يوم 31 ديسمبر، آخر يوم في سنة 2020. هذه الأجواء رأس السنة في الهند، الكل طالعين برا فرحانين، طالعين يتجول ويتسوق، وبعد شوي راح يروحوا. الحين تقريبا الساعة 8 مساء، بعد شوي راح يروحوا تجمعات ويعملوا يحتفلوا في رأس السنة الجديدة. في الهند في كثير رأس، يعني في كثير سنوات، في السنة الفارسية، السنة الهندوسية، وهذه بس أكثر شيء. هذه محل كنافة، أكثر شيء يحتفلون فيه هو السنة الميلادية، هي السنة هذه.